السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم ابراهيم الحفلة. حنا اليوم كنتفاجئوا بأن هذه الوقفة اللي كانت منوعة أنها دارت اليوم، وهاد الناس راه ما كيحترموش البلاد ديالهم، أنهم اللي بغاو يحترموا البلاد ديالهم يهزوا العالم الوطني ديالهم. حنا القضية الفلسطينية، إلا كنا غندافعوا على القضية الفلسطينية ماشي بهذه الطريقة. حنتوما درتوا وقفة على قبل الأسعار، توليتوا كتهضروا على الكيان الصهيوني وكتهضروا بهذه الطريقة والتطبيع وهذا الشيء. أنتم الهدف ديالكم هو تخريب هذه البلاد، ماشي الهدف ديالكم أنكم تجيو تهضروا على الأسعار. كما كتشوفوا ما كاينش عالم وطني، مش حتى شي عالم وطني الان كتشوفوا. يعني هاد الناس الهدف ديالهم هما في شافوا البلاد غادا كتقدم ولاو كيقلبوا على حاجه اخرى. وشوف القضيه انهم باش يحرقوا العالم الاسرائيلي. حنا العالم، حنا ديك الدوله هذيك هي اللي شرفاتنا في المغرب، دافعت علينا على الصحراء المغربيه. ما خصهم يعرفوا بان شحال فلسطيني كيقول القضيه الفلسطينيه بحال القضيه ديال بوليزاريو. حنا ضد هذا الشيء، وحنا ضد هاد الوقفات اللي كيداروا بطريقه غير قانونيه، وان اللي بغى يحترم البلاد ديالو يهز العالم ديالو. وحتى حنا ماشي ضد الاسعار، حنا عارفين الاسعار زايده، ولكن بهذه الطريقه ماشي هي دي طريقه ديال احتجاج. انك باش تدخل دوله اخرى وتدخل العالم ديال اسرائيل باش تحرقوا داك الشيء، هذا الشيء راه ماشي هو هذاك. وانتم اللي كان عندكم شي هدف ديالكم راه باينه من الكتله ديالكم، ان الناس ما جاتش، الناس عارفه شنو كدير. وهذا تحت شعار الدائم الله الوطن الملك، واللي بغى ينصر. حنا ديما مع القضيه الفلسطينيه، حنا ماشي ضدها، ولكن هذا الشيء راه ما نتقبلوش بالطريقه اللي كيديروا. وتحت شعار الدائم الله الوطن الملك. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.